السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال باذن الله. تعالوا نكمل مع بعض كورس الطريقه السهله للاقلاع عن التدخين للابد. كتير من المدخنين وبالاخص اللي بيدخنوا بشراهه بيلاقوا نفسهم بيلحموا السجاير في بعض. يعني ايه بيلحموا السجاير؟ يعني اول ما تخلص السيجاره اللي بيشربوها على طول يولعوا الثانيه. في قصه كده كان مدخن مبطل حكاها انه مره ظهر ايده اتلسع وهو بيحاول يولع سيجاره. السبب انه لما جه يحط السيجاره دي في بقه نسي انه لسه في سيجاره تانيه ولع اساسا في بقه. ده مش غباء منه زي ما انت بتقول دلوقتي، ده بديهي جدا، لانه زي ما قلنا قبل كده انه المدخن مع الاستمرار في التدخين جسمه بيحتاج جرعه اكبر من النيكوتين عشان يحس بالشعور الخفيف جدا ده انه اكل الوحش الصغير اللي جواه. ولكن مع الوقت المدخن بيحس انه برضه هو بيدخن في حاجة لسه ناقصاها. ده برضو بديهي جدا، لانك لو ركزت هتلاقي اللي بيدخنوا بقالهم فترة كبيرة بيلجأوا للمخدرات عشان يحسوا باي نوع من انواع الشبع. في سؤال كده مفيش مدخن مش عايز يعرف اجابته، اللي هو هنضحي بايه لما نبطل تدخين؟ ايه اللي هنضحي بيه؟ بكل بساطة احب اقولك لا شيء على الاطلاق. اللي بيخلي اي مدخن يظن انه هيضحي بحاجه كبيره بتبطيله للسجاير هو الخوف. الخوف من انه نواجه التوتر والملل وعدم التركيز وصعوبه الاسترخاء اللي بنكون بنظن انها بتروح بسبب مشاعه التدخين. الخوف ده سببه غسيل المخ اللي بيخلينا نشوف ان جوانا ضعف بيخلينا محتاجين التدخين عشان يروح، ومن غيره في فراغ معين هيحصل في حياتنا، هنحس ان حياتنا ناقصه بسبب التدخين. ده الظن طبعا. الحقيقه بقى ان التدخين مش بيملى اي فراغ نهائي، التدخين هو اللي بيخلق الفراغ ده من الاساس. ربنا سبحانه وتعالى خلق اجسامنا وهي تعتبر اكتر الاشياء تعقيدا على وش الكره الارضيه، والتدخين من صنع البشر وشتان بين خلق ربنا وصنع البشر. ولله المثل الاعلى، لو ربنا كان شايف ان التدخين مفيد لينا مثلا، ده بالافتراض، كان بالإضافة للخلايا والقلب والرئة والدماغ وإلى آخره كان خلق لنا في جسمنا فلتر يفلتر سموم التدخين اللي بتخش الجسم، أو حتى مدخنة خاصة تطرد السموم دي كلها بره الجسم. بل بالعكس، ربنا خلق لنا أجهزة تحذير ورسائل إنذار بالخطر اللي داخل جوه جسمنا، سواء كان عن طريق كحة أو دوخة وإلى آخره. لكن مع الأسف كتير من المدخنين بيتجاهل الموضوع ده. السجاير مش حاجة قيمة نضحي بيها خالص. كل الموضوع لو قدرنا نطرد الوحش الصغير ده جوه جسمنا اللي هو النيكوتين، ونتخلص من غسيل المخ اللي من صغرنا بنتأثر بيه، هنلاقي انه مفيش اي سبب نهائي يستدعي انه ندخن تاني اطلاقا. التدخين مش بيحسن الهضم بل بيدمره، بيقضي على حستين، التذوق والشم. لاحظ المدخنين كده في المطاعم هتلاقيهم مش بيستمتعوا نهائي بوجبتهم، بل بالعكس بياكلوا بسرعه جدا عشان يولعوا سجاره، وكتير منهم مش بيطلع بره اصلا عشان يدخن وبيولع وهو مكانه. على فكره ده مش معناه ابدا انه مش بيراعي مشاعر اللي حواليه، هو حقيقي بيحس بالبؤس من غير التدخين، بس بيلاقوا نفسهم بين نارين او محتارين في حاجتين. المدخنين احلاهم مر، احلى الحاجتين دي مر، اما ما يدخنوش ويستنوا لحد ما يطلعوا بره المكان، وده معناه ان هم هيحسوا بالبؤس طبعا، او يدخنوا مكانهم ويخلوا الناس تتضايق منهم. هيحسوا بالاحراج طبعا من بصه الناس دي ليهم، وده طبعا بيخلي المدخنين كلهم بيحتقروا نفسهم بسبب اللي بيعملوه ده. مثال تاني، في اي مناسبه اجتماعيه المدخن بيالف الف عذر عشان يطلع من المكان الممنوع فيه التدخين. ده لو ركزنا شويه هنلاقي ان الموضوع ملوش اي علاقه بالمتعه نهائي، ده بكل وضوح. السبب هو ادمان، هو الادمان، لان المدخن وهو في حمام قاعه الافراح مثلا او بره القاعه واقف تحت شجره عشان يدخن اكيد مش بيكون بيستمتع، ده ملوش دعوه بالاستمتاع نهائي. يعني هو ببساطه مدمن وبيحس بالبؤس لو ما دخنش. بس كنا بنقول في فيديو من الفيديوهات انه ممكن يكون في للتدخين ميزه اجتماعيه، لكن تعالوا نتكلم عن الموضوع ده شويه ونبص للمدخن وهو ماسك السيجاره في ايده كده والكوبايه مثلا في الايد التانية، او مشغوله ايده التانية بحاجه تانية.
اي حد لما يجي يسلم عليه المدخن هيضطر يبعد السيجاره عن اللي بيسلم عليه ده، ولو وقف معاه فتره هيلاقي صعوبه انه يطلع الدخان من بقه عشان ما يجيش على اللي بيدخن، عشان ما يجيش على اللي قدامه. ويا سلام بقى لو رماد السجاير جه، يا سلام لو رماد بتاع السجاير جه على اللي قدامه هيسبب له طبعا احراج كبير. ده ممكن يكون سهل، كل الحاجات دي ممكن تكون سهله ومش صعبه، لكن صدقني في حاجه مش هيعرف المدخن يخبيها، وهي لون سنانه البني الصعب ده اللي يكون احسن لو ما ضحكش وخبها من اساس يعني. ومش عايز اقول لك الاحراج الاكبر لو ريحه الفم الكريهه بسبب التدخين اتحست من الشخص اللي قدامه. تعال قصاد كل ده بقى، كل الخسائر دي، تعال نشوف المدخن بيكسب ايه قصادها. ولا حاجه، ولا حاجه نهائي. ببساطه قصاد المحاوله لتفادي الخسائر دي كلها مكاسب كتيره جدا ورائعه. ممكن البعض يقول المكاسب هي الصحه وتوفير الفلوس وتجنب القيود في المناسبات الاجتماعيه وهكذا، ده كله اكيد تمام انا معاك، لكن انا بعتقد انه المكاسب الحقيقيه هي نفسيه، وتشمل 1 عوده الثقه للنفس، 2 التحرر من العبوديه المهينه للسجاير، 3 التخلص من الحياه في الضلمه اللي مليانه عدم ثقه وشعور بنفور حوالي اكتر من نص الكره الارضيه اللي بينفروا من المدخنين. الحياه مش بتكون او مش هتكون اكتر صحه واكتر توفير للفلوس بعد الاقلاع عن التدخين، بس هيكون التمتع بالحياه اكبر بكتير من غير التدخين. وفي الفيديوهات اللي جايه هنتكلم بالتفصيل اكتر باذن الله عن الموضوع ده. تعالوا حاليا نحاول نفصل مفهوم الفراغ اللي من شويه كنا بنتكلم عليه، ونحاول نفهمه اكتر عن طريق قصه نتخيلها مع بعض. عايزك تتخيل انك عندك حبايه كبيره في وشك مثلا، يعني لا قدر الله رحت للصيدلي ادالك مرهم وشكر لك فيه جدا، لما رحت تجربه لقيت اول ما تحطه على حبايه الحبايه بتختفي، بعديها ب10 دقايق بالظبط بتختفي، بعد 3 ايام لقيتها رجعت تاني. بديهي رحت للصيدلي راح قايل لك خلي انبوبه المرهم دي معاك لانك هتحتاج تحط منها كذا مره مش مره واحده بس، تعدي الايام والانبوبه معاك وانت بتستخدمها كل شويه، وكل ما تستخدمها الحبايه تكبر اكتر وتكون بتوجع اكتر. وانت طبعا عشان تتخلص من الوجع اللي بيجي لك ده كل نص ساعه تقريبا تروح حاطط من المرهم، لحد ما يجي يوم تلاقي الحبايه من كبرها غطت معظم وشك وبقى الالم بتاعها لا يحتمل. بغض النظر انك عارف ان مفعول المرهم ده مؤقت، لكن بتكون متضايق جدا وقلقان وبتسأل نفسك هل هتنتشر الحبايه في جسمي كله؟ ما انت خايف. طب ازاي اتخلص منها؟ تروح للدكتور ما يعرفش يعمل حاجه، ما تلاقيش حل الا المرهم السحري ده اللي بيروح الالم لمده نص ساعه ويرجع تاني، ما عندكش اي حل تاني. بديهي مش هيكون قدامك اي اختيار الا انك في كل مكان تروحه تكون حريص انه يكون معاك اكتر من انبوبه من المرهم ده عشان ما تخلص. حتى لو كان تمن كل انبوبه عالي مش مشكله، انت كل همك انك تقضي على الالم الفظيع ده. تعدي الايام وتكتشف تدريجيا انه مش لوحدك بتستخدم المرهم ده، في ناس كتيره جدا بتستخدمه. تعدي الايام اكتر وتلاقي الصيادله توصله لان المرهم اللي بتستعمله ده مش بيقضي على حبايه، بل انهم اكتشفوا ان هو السبب الاول والاخير لكبرها، وهو الالم وهو السبب الرئيسي للالم اللي بتسببه. والحل الوحيد اللي لقوه انه تبطل تستخدمه والحبايه بشكل تدريجي هتختفي. عايز اسالك، هل لو قررت عند اللحظه دي توقف استعماله هتكون محتاج لقوه اراده مثلا؟ هتكون محتاج ارادتك تكون قويه عشان تبطله؟ اكيد لا. ممكن تقعد كذا يوم متردد توقف استعمال المرهم ولا لا، لكن اول ما تلاحظ انه الحبايه بدات تختفي هتلاقي رغبتك في استعماله في المقابل بتخف برضو، هتلاقي رغبتك في انك تستعمل المرهم ده بتقل. هل هتحس بالتعاسة وانت شايف ان الحباية بيقل وحجمها وألمها كل يوم عن يوم بيختفي؟ اكيد لا، هتحس بشعور ايجابي مش سلبي. حتى لو استمر الموضوع سنة كاملة عشان تختفي الحباية، كل يوم هيعدي بيك هتلاقي شعورك افضل واحساس ايجابي اكتر وانت بتتخلص منها، وبتقول لنفسك الحمد لله رب العالمين ما متش يعني لما بطلت المرهم انا بتكلم عليه. الموضوع من شدة السعادة والحرية اللي هتكون فيها هيكون أشبه بالسحر، وده ببساطة بيبدأ من أول ما تطفي
اخر سيجاره تشربها. اكيد طبعا فهمت التشبيه. حابب اوضح موضوع الحبايه اللي استخدمتها في التشبيه، اني ما كنتش اقصد بيها سرطان الرئه او تصلب الشرايين او الانتفاخ الرئوي او الذبحه الصدريه او الربو المزمن او الالتهاب الشعبي او حتى مرض الشريان الداجي، بل ان كل الامراض دي هي اضافه للحبايه. ولا برضو الموضوع هو الفلوس الكتيرة اللي بنحرقها بالتدخين، او العمر اللي بنقضيه بنفس كريه وشنان نصها اصفر ونص التاني مسوس، او حالة التبلد، او حتى الصدر اللي مليان ازيز وسعال، او حتى السنين دي كلها اللي بتضيع واحنا بنخنق نفسنا بارادتنا وفي نفس الوقت نتمنى لو ما عملناش كده. كل اللي فات ده اكيد مش نتائج ايجابية نهائي. الايجابية ملهاش مكان مع التدخين. ببساطة لو محتار قوي تعرف ايه اللي بيخلي المدخن يعيش بالسلبيات دي كلها ويستمر في التدخين، هتلاقي زي ما قلنا الخوف. الخوف اللي عامل زي سحابة سودة قوي مغطية نور الشمس واشعتها المفيدة ونورها الجميل. وقت ما الخوف ده يزول هتحس بوضوح ان الشعور بالخوف ده اللي كان بيخليك محتاج سيجارة ما كانش ضعف في الارادة او الشخصية عندك اطلاقا، هو فقط كان بسبب اول سيجارة اللي زي ما وضحنا اتسببت في صنع مصدر خارجي للنيكوتين للجسم، بالإضافة لغسيل المخ طبعا. وهتدرك أكتر كمية البؤس والعذاب اللي بيكونوا فيه المدخنين والمعاناة اللي بيمروا بيها وكمية الأعذار اللي كلها وهمية بلا استثناء وملهاش وبعيدة كل البعد عن الصحة. ده كله بسبب العبودية للتدخين. المدخنين بيحسوا بعبودية للتدخين، هم أصلا في عبودية كبيرة للتدخين. هل في أجمل وأغلى من إحساس الحرية؟